مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم إحنا معاك. وحشتوني من الأسبوع اللي فات. النهاردة مش هنطلع بفقرة أخبار، الناس كلها بتسمع أخبار والناس كلها قاعدة على الفيسبوك والسوشيال ميديا وقاعدة قدام التلفزيون من ساعة ما صدر قرار اللي هو الحظر. بقت الناس بتقعد وقت أطول في البيت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. بس النهاردة هنتكلم في الوقت ده، الناس اللي قاعدة في البيت، الناس ازاي تتعامل مع المرحلة دي، الناس ازاي حالتها النفسية دلوقتي عاملة ايه. كل ده هنتكلم فيه النهاردة. ومعايا النهاردة ضيفي العزيز دكتور عبد العزيز آدم، أخصائي علم النفس السلوكي. وهنتناقش معاه النهاردة في كل حاجة شغلاكوا وفي كل حاجة انتوا حاسين بيها في الوقت ده. اول حاجة هنتكلم فيها او من ضمن الاسئلة اللي هتبقى موجودة معانا، فيروس كورونا بيأثر او اوريدي فعلا أثر على الناس اللي في البيت والعلاقة الزوجية والكلام ده كله. طيب ازاي نتحدى الملل والفترة اللي احنا قاعدينها في البيت؟ ازاي نستفيد بيها؟ ازاي نحسن من حالتنا النفسية في الوقت ده؟ كل ده هنناقشه مع بعض ومع الضيف العزيز. مستني اسئلتكم ومداخلاتكم على الأرقام اللي هتظهر على الشاشة. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا بحضرتك دكتور شادي منور. وكل الأعزاء المشاهدين يعني. منور يا دكتور. منور جميل. باختصار كده، موضوع كورونا ده أصبح دلوقتي عامل هلع ومسيطر على الناس. أنا يمكن اتناولته في أكتر من حلقة إن في الموضوع الإصابات ده مسبب قلق، حزن، الناس خايفة، الناس قاعدة في البيت، طب الشغل وقف، طب في حظر من الساعة 7، طب المحلات بتقفل. الناس دلوقتي حالتها النفسية خلينا نقول بالبلدي كده المود بتاعها مش متظبط. الموضوع ده بيفرق من شخص للتاني، في أو يعني كل واحد بيتعامل مع الكارثة. احنا مش عايزين نسميها كارثة، احنا عايزين نسميها محنة، محنة. عاوزين نجتاز الموضوع دوت. بس في الأول أنا عاوز أوجه تحية وشكر وتقدير للأبطال، الأبطال الحقيقيين. البطل الحقيقي في الموقعة دي، موقعة كورونا، هو الدكتور، الطبيب، أطباء مصر اللي من موقعي ده أنا بكن ليهم كل احترام وتقدير وإعزاز. أنتوا أبطال مصر، التاريخ هيسطر أسماءكم بأحرف من نور على وقفتكم وعلى الإنجاز اللي أنتوا بتنجزوه في كل مستشفيات مصر، من بحر الإبل للصعيد، في كل كفر، في كل نجع، في كل قرية، كل دكتور واقف في موقعه. تحية وشكر ليه. كان في فيديو كده صغير هنطلع نشوفه، موجه من أطباء مصر للشعب المصري. هنطلع نتفرج عليه وهنرجع لضيفنا العزيز. أنا أيمن صالح، أستاذ القلب، مدير مستشفيات عين شمس الجامعية. إحنا كلنا بنشتغل عشان صحتك وصحة أسرتك، من فضلك خليك في البيت. إحنا الفريق الطبي لمستشفيات جامعة عين شمس الدمرداش. إحنا دلوقتي بنمر بأصعب أزمة طبية في حياتنا، من فضلك خليك في البيت. أنا شهيرة سمير، وكيلة كلية الطب بجامعة عين شمس. إحنا في وقت عصيب، إحنا مش في تدريب على الطوارئ، إحنا في طوارئ فعلا. قدامك فرصة واحدة علشان تحافظ على سلامتك وحياتك، من فضلك خليك في البيت. أنا كامي محمد، أخصائي تمريض. أدي دورك عشان نقدر نأدي دورنا، من فضلك خليك في البيت. أنا أحمد عادل، استشاري طب المسنين، وبقول لك كلنا قدامنا الاختيار. لو قعدت في البيت هتنقذ نفسك وتنقذ أرواح كتير غيرك. كلنا مع أطباء مصر. تحية كبيرة لكل بطل حقيقي واقف من أجل آلام ومن أجل المشكلة والمحنة العصيبة اللي احنا فيها. وفق الله أطباء مصر وسدد خطاه. عايز كده يا دكتور أسألك سؤال، هو كان متردد عندي كتير على البيدج، جالي كتير على البيدج عندي على السوشيال ميديا من ناس الموضوع ده اتكرر كتير. السؤال بيقول
هو فيروس كورونا ممكن ينتقل عن طريق العلاقة الزوجية؟ تمام. الأول خليني أحيي حضرتك وأكرر تحياتي لكل الجنود المجهولة اللي حضرتك ذكرتهم. الحقيقة أطباء مصر يعني هم فخر لنا، هم خط الدفاع الأول، هم اللي هم أبطال الموقعة زي ما أبطال الموقعة لما يبقى فيه جنود في المواجهة، هم اللي مواجهين الحقيقة هذا العدو المجهول لغاية اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها. فقبل ما تطرق لسؤال حضرتك، أنا شايف عايز أوضح ليه احنا بنتناول الموضوع من الناحية النفسية، لأن ده هام جدا يا جماعة. الموضوع الحالة النفسية هي خط الدفاع الأول لمواجهة هذا المرض العنيد. لغاية اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها لم يصدر عن منظمة الصحة العالمية الـ WHO علاج أو فاكسين أو لقاح لغاية اللحظة اللي احنا بنتعامل فيها أو اللي احنا بنتكلم فيه. طب الكلام ده معناه إيه؟ معناه إن اعتماد الإنسان على مقاومة هذا المرض تعتمد على الإميونيتي أو المناعة الداخلية. يعني إيه المناعة الداخلية؟ يعني لازم صحتي النفسية تكون في أفضل حالتها. يعني الموضوع نفسي أكتر ما هو هو ده اللي أنا بعتمد عليه في الوقت الحالي. يعني اللي أنا بعتمد عليه لغاية اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها إلى أن يتم اختراع علاج له، أنا بعتمد على مناعتي الداخلية. كل الحالات يا جماعة اللي شوفيت لغاية اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها وهي أعداد كثيرة حقيقة كلها معتمدة على الإميونيتي أو المناعة الذاتية بتاعة الإنسان، ودي عمرها ما هتنتج غير لو أنا في أحسن حالاتي النفسية. يعني أنا لو أنا محبط، عندي البانيك أتاك اللي حضرتك تفضلت وذكرته، أو اللي هو الهلع أو المبالغة في الهلع أو المبالغة في الخوف من هذا المجهول، الموضوع ده سينعكس عليا نفسيا بشكل سلبي، وبالتالي لقدر الله لو حدث هذا المرض أنا ما بيبقاش عندي المقاومة الكافية. يعني هو الموضوع أكتر بجنب أن هو الموضوع بغض النظر عن أن هو المناعة، حضرتك شايف أو بتقول أن الموضوع سيكولوجي شوية. مظبوط. أن احنا نحافظ على هدوءنا وسلامنا النفسي الداخلي. تمام. وما نضغطش على نفسنا وما نضغطش، هو احتياطات. أيوة. احتياطات احنا بناخد بالنا منها وبنراعيها، وبعد كده كله مقدر ومكتوب. في نقطة هامة جدا هنا، ان انا ازاي اقدر اعمل مناعة جماعية للأسرة. احنا دلوقتي خلاص الموضوع انغلق في محيط الأسرة، خلاص دلوقتي قاعدين في البيت، احنا قاعدين في البيت، فالموضوع انغلق في محيط الأسرة. تمام. ازاي اقدر ما اعمل ما يسمى بالمناعة الجماعية للأسرة بالكامل؟ اول حاجة انا باخد كل البروكوشن او الاحتياطات اللي طلبتها مني منظمة الصحة العالمية وتعلن عنها ليلا ونهارا وزارة الصحة المصرية. تمام. ومجهود مشكور ورائع جدا، ولكن الأهم ان انا اطبق هذا. يبقى دي اول نقطة. النقطة الثانية وهي الأهم واللي قد نكون اغفلناها، ليس تجاهلا ولكن ممكن تكون سقطت منا سهوا في خضم كل المشاكل وخضم كل المخاوف اللي احنا بنتعرض ليها من خلال هذا العدو المجهول او هذا المرض المجهول، وهو الجانب النفسي. أول حاجة العلاقة الزوجية لا تؤثر بأي حال من الأحوال، بالعكس يمكن تحسن من الحالة النفسية لي. علاقتي بأبنائي في الإطار الطبيعي وأن أنا أكلمهم وأطمئنهم، لأن احنا خلي بالك مشكلتنا في إيه؟ أن احنا ما بين التهويل والتهوين بشأن كورونا، هي دي مشكلتنا. يعني إيه نوضحها أكثر؟ وده بينعكس كمان بيوصل لأبنائنا من بعدين. التهوين يعني ان انا اخذ الموضوع ببساطة، الموضوع يا جماعة انتم مكبرينه، مش لازم اخد كل المحاذير دي، مش لازم اقعد في البيت ده كله، هيحصل لي ايه لو نزلت من البيت؟ وبالتالي ما بدأش خد الموضوع ان هو هذا الموضوع باستهتار شوية، باستهتار، وبالتالي ما خدش كل المحاذير المطلوبة. طب التهويل اللي هو ان انا بيحصل الموضوع يصل الى هلع، ان انا في كل لحظة عندي احساس ان هذا المرض سيواجهني وسيهجم علي وانا في البيت، وبالتالي انا مش هيبقى عندي اي تصرف او عندي القدرة على مواجهة هذا المرض، وبالتالي انا عرضة للموت في اي لحظة. ده بيحول الهلع، هنا بقى التهويل اللي بيحول الحالة النفسية الى حالة سلبية جدا، لان ده بيبقى مردوده سلبي جدا عليا، وبالتالي المناعة الداخلية الخاصة بي بتتحول الى في اوهن حالاتها. المرض ده لو قدر الله حصل خلاص تحول الى فريسة سهلة اي شخص في حدوث في يعني حالة. انا دلوقتي شايف حضرتك يا دكتور الامهات في البيوت واخدين المحاذير زي ما قال الكتاب، الكحوليات والمطهرات واغسل ايدك وقبل ما تدخل وقبل ما تطلع واعمل وسوي، وماشيين الستات من النوع اللي هو الحذر شويه، ودي حاجه حلوه او ميزه فيهم ان هم اللي مسيطرين في الموضوع دوت. لكن في طبعا زي ما مع حضرتك قلت في ناس بتستهتر، وده غلط جدا، ان في ناس بتستهتر بالمحاذير، وانا شفت بعيني حاجات زي كده كتير جدا. ما بيغسلش ايده، ما بيدخلش يغير هدومه على طول، الهدوم مش عارف ما بتتعرضش للغسيل او ما بتتعرضش للشمس.
حاجات كتير انا عن نفسي بشوفها، بس حضرتك جاوبت على السؤال اللي هو اكثر عرضة او اكثر انتشار. معانا برضو عايز اعرف من حضرتك حاجة تانية، ازاي نعدي المرحلة دي واحنا قاعدين في البيت، الناس حاسة بملل، الناس حاسة برتابة، الناس زهقانة. طبعا كلنا متعودين على الشغل وكلنا متعودين على الاكشن، بنطلع بنتحرك، معظمنا ان ما كانش 90% مننا بيشتغل شغلانة والتانية وساعات التالتة علشان خاطر يحسن دخله. فجأة مرة واحدة لقي نفسه كل ده وقف تماما، مظبوط، مش قصة وقف وبس، لقي نفسه ان هو قاعد في البيت، مظبوط. الوقعة دي مرة واحدة، الداون دي مرة واحدة يا دكتور، يعني ازاي؟ مبدئيا عايز اقول لحضرتك اكتر درس احنا تعلمنا من كورونا ايه. اكتر درس تم تعلمه من كورونا ان البيت هو امن المكان ليك. كل دول العالم بلا استثناء بيقول لك تظل في بيتك، ظل في بيتك. الرسالة دي مضمونها ايه؟ ان ده هو امن مكان ليك، امن من الانسنتيف كير او امن من اي مكان انت ممكن حتى تتلقى فيه العناية الصحية. طيب الاشكاليه هنا اللي حضرتك تفضلت وذكرتها، ان انا حتى لما باخد اجازه، يعني ما احنا بناخد اجازات، ما احنا مش طول حياتنا في الشغل، ولكن لما باجي اخد اجازه حتى بيبقى عندي بلانز، يعني خطط ان انا هسافر المكان الفلاني او اروح المكان الفلاني او اعمل الشغلانه الفلانيه. احنا في الوقت اللي احنا فيه هذه ظروف استثنائيه تماما. ليه؟ انت لا انت في اجازه ولا انت في عمل كامل، فانت بين البنين. الملل بيجي منين؟ من الارباك. دايما في علم النفس لما انا بتتراكم الافكار وبتعمل لها وبيحصل لها ارباك دون ان انظم افكاري واولوياتي، هو ده اللي بينتج عنه الملل. يعني حضرتك عايز تقول ان قعدتنا في البيت نصف ذهننا وما نفكرش كتير، مظبوط، وما بدي اعمل اولويات، لازم اعمل خطه. يعني ادي حضرتك مثال عشان اوضح لكل الاحباء المتابعين. اول نقطه، انا في طبيعه ان انا بصحى في مواعيد الشغل، بصحى في توقيت معين، تمام ولي نشاطات معينه بروح الشغل وهكذا في الوقت اللي فيه الشغل، لان اغلب الناس اللي قاعده في البيت هو بيشتغل بالفعل من البيت، في الكثير والكثير هو بيشتغل من البيت، تمام. فبنعزل في الوقت كاني في الشغل، يعني بدي نفسي نفس جو الشغل، بصحى في نفس مواعيد الشغل، لو في تليفونات خاصه بالشغل بعملها اثناء اليوم، وبالتالي خلاص بدات اشغل هذا الوقت، لان الملل بيجي من الفراغ وبيجي زي ما قلنا من الارباك، اللي هو لا انا في حاله الحركه ولا السكون، يعني لا انا في اجازه كامله ولا انا في عمل كامل. فبالتالي لما باجي انظم اليوم، اجي فتره الصبح من حاجه اسمها كواليتي تايم او وقت ذو كفاءه اقضيه مع الاسره، ان انا ابدا اتكلم معاهم وابدا اطمنهم، وبعد كده اتجه للعمل واكون محدد ساعات معينه، يا جماعه ده وقت العمل اعتبروني انا في الشغل. الوقت ده باخد تليفونات الشغل حتى لو قدرت، لو في امكانيه في المكان ان هو ينعزل ويكون في غرفه مستقله بحيث يقدم مهام عمله، وبعد كده بعد ما يخلص الشغل يرجع لهم كانه راجع من الشغل تماما. التنظيم، يعني الشاهد في الامر ان انا كل ما بعمل تنظيم للامر هقتل حاله الملل، ان انا الشغل بتاعي ليه توقيت معين، علاقتي باولادي لها توقيت معين، حتى وانا موجود في البيت كانك بتعمل ما نسميه بالسيميوليشن او المحاكاه لما يحدث بالفعل في العمل. طيب. غير كده هبقى فريسه الملل. طيب. ده بالنسبه للناس اللي هي العمل بتاعها ممكن يزاول او ممكن يمارس من البيت. طيب الناس اللي هي الناس اللي هي شغالة باليوم، أيوة. الناس اللي هم شغالين زي ما بيقولوا بالبلد، لا وغير باليوم في ناس كمان بتبقى في مناصب وما بيقدرش يعمل شغله من البيت، يعني في أعمال معينة. مع مداخلة من الأستاذة ميادة خطاب. أهلا وسهلا يا أستاذة ميادة. أستاذة ميادة مع حضرتك. مساء الخير يا أستاذة ميادة، تفضلي. مساء الخير، بحب اوجه الشكر اولا لاسره البرنامج وضيف حضرتك استاذ عبد العزيز ادم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. طبعا اولا بحب اوجه الشكر للعاملين في قطاع الصحه، لانهم يعتبروا يعني خط الدفاع الاول في الازمه اللي احنا فيها حاليا، بيكونوا على احتكاك مباشر بالمرضى وعرضه اكثر للاصابه. ده كلام صح. طبعا احب ان اوجه لهم كل الشكر والدعم. عايزة بس مبدئيا برضو أعرف الناس في البيوت بآخر معدلات اللي تم الإعلان عنها بالأمس. مصر حاليا بتسجل 536 حالة إصابة بالفيروس، الحالات الجديدة 41 حالة، والوفيات حتى الآن 30 حالة، بالإضافة للحالات اللي تمثلت الشفاء حتى الآن 116 حالة. نقطة مهمة برضو، مصدرك يا أستاذة ميادة في الأرقام دي إيه؟ مصدرك يا أستاذة ميادة في الأرقام دي؟
مصدري ما تم الإعلان عنه بالأمس من قبل وزارة الصحة. تمام مظبوط. وزارة الصحة أعلنت بالأمس دكتورة هالة زايد عن الأعداد دي، وكمان أعلنت إن الفيروس بيبلغ ذروته أو بيكون في حالة نشاط في الأسبوع السادس والسابع، وأعلنت بالأمس إن إحنا بداية من النهاردة هنكون في بداية الأسبوع السابع. فياريت الناس تلتزم البيوت وتحافظ على نفسها وتكون قد المسؤولية. تمام تمام. في أي طبعاً. في أي استفسار عندك أو أي سؤال للدكتور يا أستاذة ميادة؟ بصراحة أنا بس حابة برضو أوضح شيء بس للناس في البيوت قبل ما أتكلم مع الدكتور. الناس ياريت تهتم بمناعتها في الفترة دي، تهتم بالإجراءات الوقائية اللي الدولة بتعلن عنها، ويعني الدولة يعني بتبذل أقصى جهدها في الفترة الحالية، فياريت إحنا كمان نكون قد المسؤولية. ده كلام محترم وده كلام منطقي، وده اللي بأتمنى نناشد بيه السادة المواطنين. بنشكر أستاذة ميادة على مداخلتها الجميلة وعلى مناشدتها المحترمة للسادة المواطنين. ومعانا مدام ميادة برضو بس من المعادي. لا مدام نانا. مدام نانا. أيوة. ماشي. اهلا وسهلا يا استاذه نانا، اتفضلي. اهلا يا فندم، مساء الخير. مساء النور يا فندم، اتفضلي. شكرا لبرامج التوعيه الجميله واستضافه الناس اللي دايما بتدينا حماس اكتر او خطط اكتر نقدر نتبعها. انا عايزه اشكر الدكتور عبد العزيز على تفسيره لحاله الملل بشكل موضوعي جدا. عايزه اساله سؤال. اتفضلي. دكتور عبد العزيز، هل حضرتك ممكن تكون معتقد ان احنا هنطلع من الازمه دي باثار نفسيه سواء علينا او على بيتنا او على اولادنا او الحياه العامه؟ سؤال مهم. يعني هل ممكن تكون هنعاني بعد كده من اثار معينه بوزيتيف او نيجاتيف، يعني ايجابيه او سلبيه؟ تمام، شكرا استاذ دكتور. دكتور عبد العزيز هيجاوب حضرتك يا استاذة نانا دلوقتي. شكرا لمداخلتك واتصالك الجميل. سؤال مهم. سؤال مهم جدا. انا بس عايز اعقب على استاذة ميادة اللي قالته في الاول، الاتصال الاولاني. يعني انا بشكرها طبعا تماما، لان النصائح اللي قالتها في محلها، وده بيدينا يعني مؤشر الى ان فعلا الثقافه الناس بدأت عندها وعي. تزيد في ناس عندها فعلا. خلاص الناس اتوعت والناس كلها عندها وعي دلوقتي. وكان مهم جدا سؤال حضرتك، انا بستقي معلومتي منين؟ لان خلي بالكم طبعاً يا جماعه الموضوع دلوقتي في المعلومه ما ناخدهاش من اي والمعلومة حاجة. بناخدها من اكتر من اتجاه، وكل وتلاقي فيه نوع من التناقض. وبعدين وجود السوشيال ميديا بدون وجود الحد الادنى من الرقابة اصبحت المعلومات متاحة للجميع بشكل مشوه. فدايما اما وزارة الصحة او الـ WHO اللي هي منظمة الصحة العالمية. تمام. لا استقي معلوماتي من اي مكان اخر. نعود لسؤال مدام نانا، بشكرك عليه لانه فعلا سؤال هام جدا. اولا ان شاء الله احنا هنعدي الازمة دي، لازم نكون على ثقة ان احنا هنعدي الازمة دي. الأزمة دي هنعديها، ولكن هنعديها بدروس متعلمة. هل ده هيرجع عليا بالشكل الإيجابي أو السلبي زي ما حضرتك قلتي؟ أنا الوحيد اللي هحدد هل ده هيعود عليا بالشكل الإيجابي أو السلبي. طب إزاي أنا الوحيد اللي هحدد؟ أنا الوحيد اللي هحدد يعني لو أنا أخدت الموضوع كنوع أن أنا أتعلم منه وأستقي منه مستقبلا، أن أنا أقوي علاقتي بأسرتي وأتعامل معهم. لأن خلي بالكم الفترة دي أنا بعتبرها فترة إعادة الحسابات. لو انا بدات اعيد الحسابات واشوف قد ايه انا كنت مقصر في حق اسرتي، قد ايه انا كنت بقعد على القهوه بالساعات وانا مهمل لحق اسرتي وبرجع لهم الساعه بعد الساعه 12 بالليل، وايام كتيره جدا ما بيحصلش تواصل، لدرجه بعض الناس بيقول لك انا بفاجئ ان اولادي كبروا، يعني وهو عايش موجود ما هوش مسافر. الكلام ده احنا واقعيين يا جماعه. وبغض النظر برضو يا دكتور، الناس اللي بتخسر في حق اسرتها، الناس بتاثر في حق نفسها، في حق نفسها فعلا. انا احيانا عايز اقول لحضرتك يا دكتور، احنا اثمن حاجه، واي راجل اعمال تساله في الدنيا يقول لك ايه من حاجه في حياته؟ الوقت. طبعا الوقت احنا بنقتله بطريقه غريبه جدا. لا احنا اساتذه في الموضوع. يعني احنا بنقتل الوقت يا جماعه. وجودك في البيت ووجودك في هذه الظروف الاستثنائيه هو فرصه لاعاده الحسابات. لو انا قعدت حساباتي وبعد كده عملت لنفسي خطه بعد مرور هذه الازمه واشوف جوانب التقصير عندي وبدات اتجنبها وكون مردود ذلك ايجابي على اسرتي، اصبحت استفدت بيها باستفاده ايجابيه. لا الموضوع خد شكل البانيك، ان انا خلاص اصبحت في حاله هلع مستمر، واصبحت الحاله النفسيه
عندي على طول في تناقص، يبقى أنا أصبح الموضوع مردود وسلبي عليا. فاللي عايز أقوله أنت الوحيد، أنت الوحيد اللي هتحدد هل مرورك بهذه الأزمة سيكون مردوده إيجابي أم سلبي عليك. ده طبعا يعني ده كلام المفروض أن الناس تبقى هي مدركة المرحلة اللي إحنا فيها دلوقتي. حاجة تانية برضو يا دكتور، يعني معانا مداخلة تفضل من الأستاذة سماح بد أهلية. أهلا وسهلا يا أستاذة سماح. أستاذة سماح عادل جمال مع حضرتك. مين؟ عادل جمال. أستاذ عادل جمال أهلا وسهلا يا أستاذ عادل. خير يا فندم. منور يا فندم. الله يخليك يا فندم. احنا أنا مبسوط أوي بصراحة من القرارات بتاع سيادة الرئيس والحكومة وجهاز الشرطة اللي قايم بيه والقوات المسلحة، دي حقيقة يعني، واخد بال حضرتك، ووزارة الصحة عامة يعني، والفريق بتاع الأطباء والممرضين. أنت قاعد في البيت ولا بتنزل يا أستاذ عادل؟ لا أنا لا لا في البيت. أوعى تنزل. لا حضرتك ده الشيخ الشعراوي الله يرحمه في كلماته المقصورة كان رحمة الله عليه، الحياة هي الفرصة التي لا نعرفها إلا بعد أن نفتقدها. بس صح. فهو ده المفروض يبقى فيه شعور والتزام زي جماعة بتاع الصين. يعني مثلا هناك كان في صعب بتاع، يعني الصين كانت بتمر بأزمة وأزمة جامدة بصراحة، لكن نجحوا في السيطرة عليها وقللوا الإصابات وتعافت البلد الحمد لله. الحمد لله. فإحنا سعادتك أنا مبسوط من البرنامج جدا يا دكتور. ربنا يخليك يا أستاذ عادل. ده حل مشاكل. يعني انت ما بتعصرش، انت بتيسر. والله احنا بنحاول على قد ما نقدر نبسط الموضوع للناس ونخليها. يا باشا صح يا فندم. دي رساله الاعلام الهادف استاذ عادل. يا باشا ربنا يبارك لك، لان احنا اهم شيء الاجراءات الوقائيه اللي جاي من المطار ومن المواني ومن المنافذ. طبعا طبعا. والحاجات دي كلها. كل الاجراءات الاحترازيه يا استاذ عادل. طبعا الدنيا سعادتك يعني، واخد بال سعادتك، وطول عمرها واقفه في الشده مع الناس بره، مع الصين ومع غيره. صح. ومع اي دوله، واخد بال حضرتك. يعني بصراحة المفروض الالتزام واللي يجي في الحجر الصحي سعادتك، وبعدين ده أنا خلصت من الفزع بتاع كورونا. أنا مبسوط جدا من وعيك ومن كلامك المحترم يا أستاذ عادل، وأتمنى إن الناس كلها تبقى عندها نفس الوعي ونفس الفكر اللي موجود عند حضرتك. بشكرك أستاذ عادل على مداخلتك الجميلة، نورتنا. مدخلات تبعث للتفاؤل الحقيقة. كل فعلا. واحد فعلا. يا مؤمن عامل لي دلوقتي الإعلام البديل. أيوة. كل واحد دلوقتي قاعد في البيت ماسك لي الفيسبوك، ماسك لي الواتساب، ماسك لي التويتر، ماسك لي اللي مش عارف إيه. كم جروبات يا دكتور مهول على السوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. حاجة بسم الله ما شاء الله، جرعة إحباط وجرعة وللأسف عارف يعني ما فهمش، وجرعة كده تطلع 1% مثلا. يعني أنا يعني أنا مثلا بشوف يعتد بيه يعني. الأستاذة اللي كانت بتقول الأرقام دي سوري يعني أنا سألت على مصدر مرجعيتها، لأن أنا شفت مغالطات كتير. مهم جدا. الجروبات يا دكتور عبد العزيز على مواقع التواصل الاجتماعي، الناس قاعدة في البيت وسوري يعني قاعدة عمالة تفتي 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 تفتي. الواتساب تحديدا ببؤرة فتي، الواتساب ببؤرة فتي وإشاعات، وده بيأثر على صحة الناس النفسية. صح. إيه رأيك أو تعقيبك؟ عايز أقول لحضرتك في مشكلة خطيرة في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام، سواء واتساب أو تويتر أو فيسبوك. تمام. إنها تفتقر للحد الأدنى من الرقابة. من الحاجات الغريبة اللي شفتها على الفيسبوك كان أحد الفيديوهات المنتشرة. تمام. الفيسبوك نفسه كاتب لم يتم التوثق من مصدر هذا، أو تم التوثق وتم التأكيد أن مصدر الحاجات هذا المحتوى غير صحيح، وغير دقيق. تمام. ومع ذلك بيساهم في نشره، بيعتبرها نوع من الحرية. بعض الفيديوهات حضرتك بتلاقيها سواء بال اللغة الإيطالية أو الإسبانية والترجمة بتاعتها محرفة، يعني هو بيتكلم لو حد بيفهم اللغة دي بتلاقي الترجمة مترجمة بالعربي، يعني هو يقول حاجة وهو ترجمة الراجل بيقول حاجة وانت بتترجم حاجة تانية. فشوف وصلت إلى تحريف في الترجمة. ده كده ده منتهى الهزل. إيه الحل يا جماعة؟ أرجوكم وخدوها رسالة من هذا المنبر الإعلامي الهادف، كل الأحباء اللي بيستمعون أرجوكم تستقي معلوماتك من المصادر الموثوق بيها. اي جروبات اي حاجه عايز تدخل عليها ادخل، محدش هيمنعك، ولكن خدها من مجرد العلم بالشيء وليس للتاثر بيها. في حاجه اسمها على فكره في علم النفس اسمه الفكر الجمعي. ايه هو الفكر الجمعي؟ الفكر الجمعي يعني لو انا حطيت نفسي في اطار من المحبطين انا اوتوماتيك هبقى محبط.
يعني لو دخلت طاقة سلبية الجروبات اللي حضرتك تفضلت وذكرتها ما تطلعش فيها 1% جروب صادق او حتى على الاقل نقول يتمتع بالحد الادنى من المصداقية او الحد الادنى من القبول. صح صدقت كله هزل. يجي يقول لك الموضوع الاف مؤلفة وجروب تاني واخد الموضوع هزار وعمال يشوف الناس وهي عمالة تحط طبعا لا ده حضرتك ما شفتش لحضرتك ما شفتش انا كنت عاوز بس اجيب ماتيريال بس الوقت ما كانش لا هتلاقي الموضوع هذا كوميكس متاخد كوميدي واخدين كوميكس يا دكتور الحاجات دي بدات تنتشر انا لما بشوف الموضوع متاخد بشكل هزلي انا ههون منه معانا عمري ما هاخد اتفضل مداخله نقول الو الو اهلا وسهلا اهلا بحضرتك مع حضرتك ريهان مع حضرتي انا بس كنت حابه اسال دكتور عبد العزيز ريهان حضرتك طبعا عارف يا دكتور ان احنا في ناس كتير قوي بتنزل تروح شغلها تمام طبعا ما بيشتغلوش طبعا طول الاسبوع او كده بس بيشتغلوا وفي نفس الوقت حضرتك عارف ان الامهات شغالين ما شاء الله دلوقتي مدرسات وبيمرنوا عيالهم في البيت وكل ده انا بس حابه اعرف هو ازاي نقدر ننمي القدرات بتاعه الطفل من الناحيه دي لو احنا بنشتغل وازاي نقدر نعمل ده في وقتنا. تمام يا استاذه ريهام. الدكتور هيجاوب على استفسار حضرتك دلوقتي. شكرا استاذه ريهام لمداخلتك الجميلة. سؤال هام أيضا لسبب بسيط. إحنا بين يوم وليلة المدارس وقفت على فكرة. هو ده القرار السليم والقرار اللي كان لازم يتاخد وإلا هتتحول المدارس لمستشفيات. لو صحة أبنائنا أهم من استيعابهم أهم من تطورهم. أستأذنك يا دكتور معنا مداخلة تانية ونقول ألو هنجاوب على أستاذة ريهام نسمع المداخلة دي. ألو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك أسامة البحيرة. أهلا وسهلا يا أستاذ أسامة تفضل. ممكن توطي التلفزيون عشان ممكن توطي حضرتك التلفزيون يا استاذ اسامه وتسمعنا من التليفون. قاعدين دلوقتي بقى لنا اسبوعين استاذ اسامه هو العامله استاذ اسامه طبعا ما خدناش حاجه منه مش سامعني قاعد معايا 4 عيال وما ننزلش الشارع زي ما الناس قالت والحكومه قالت. طب احنا هنصرف على عيالنا منين؟ انا قاعد بقالي اسبوعين اهو ما فيش حاجه في بيتي هنصرف منين؟ تمام معلوم. طب يا فندم يبقى في حاجه اجراءات في بطاقه تموين محدده الدعم بتاع الناس ومين اللي موجود على بطاقه التموين انما الزحمه اللي في الشوارع نروح نقف عليها دي غلط علينا ومش لاقيين يعني يا ريتنا بنقف ونلاقوا. تمام يا استاذ اسامه يا فندم لازم يبقى في حل الناس كلها بتقول احنا تمام يا استاذ اسامه انا برضو بناشد الحكومه برضو من صوت حضرتك برضو. شكرا استاذ اسامه و هنرد على حضرتك دلوقتي. شكرا على مداخلتك. يا جماعة الناس عاملة موقع الحكومة عاملة موقع للعمالة اليومية والعمالة الغير منتظمة اللي كانت شغالة باليوم او بالاجر اليومي او العمالة الغير منتظمة عاملة موقع بتخش بتسجل عليه. ماشي استاذ اسامة ممكن يكون ما عندوش خلفية ما عندوش قدرة ان هو يتعامل على الانترنت ممكن جار ليه ممكن صديق ليه ممكن ابن ليه نساعد بعض. انا عارف ان استاذ اسامة جاري عنده مشكلة اروح اساعده. ما احنا خلاص احنا دلوقتي كلنا قاعدين في البيت لازم يكون في تكافل لازم نقرب من بعض شوية. استاذ اسامة ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب ما بيعرفش يتعامل مع الانترنت انا اروح اسجل له. بالنسبة بقى لموضوع بطاقات التموين الدعم موجود والدعم الضخ في السوق في زحمة معلش ما احنا كلنا قاعدين في البيت ما هو انت بتاكل وده بياكل وده بياكل وده بياكل في طابور يعني نستحمل مع بعض شوية الفترة دي نستحمل مع بعض المحنة دي واكيد هتعدي لان مفيش حاجة بتفضل على حالها. اهم حاجة نتبع المحاذير في الاماكن اللي فيها ازدحام لو انا اضطريت ان انا ابقى موجود تمام فيها. تمام يا دكتور. نرجع نرد على سؤال الأستاذة ريهام اللي كانت بتقول عن المدارس. طبعا زي ما قلنا ان خلاص في قرار اتخذ بين يوم وليله وهذا القرار زي ما قلنا نحن ندعمه تماما. بيتجدد 15 في 15 فهو بيتجدد واحنا على فكره ما عندناش يعني اي فيجن او رؤيه واضحه هو احنا هنرجع امتى. وبالتالي اصبح العبء مزدوج على الاسره هنا لان الاسره في جزء كانت بتقوم به المدرسه دلوقتي لازم تقوم به الاسره ولا سيما النساء العاملات في بعض السيدات تحديدا. يمكن انا عارف ان سؤالها جاء يعني الخلفيه الخاصه بسؤالها انه في بعض السيدات بتبقى مضطره انها تنزل العمل وفي نفس الوقت تشتغل مدرسه في البيت. الامر ده لازم اولا
يتم تنظيم الوقت الحته اللي احنا كنا اتكلمنا فيها قبل كده. اولا عدد ساعات العمل عمرها ما تكون نفس الساعات اللي احنا كنا بنشتغلها قبل كده، سيتم تخفيف العمل بشكل او باخر، حتى الايام، حتى الموظفين يمكن حضرتك تعلم ذلك في كل القطاعات سواء القطاع الحكومي او القطاع الخاص. مفيش غير قطاع الصحه هو اللي شغال بانتظام لان ده لازم، وده لازم، هو خط الدفاع الاول. هتلاقي في بعض الايام احنا بنشتغلها من المكتب، وممكن بعض الايام بنشتغلها من البيت. بنيجي نحدد وقت، وهذا الوقت زي ما دايما بكرر ان هو يبقى كواليتي تايم او وقت ليه كفاءة بتعامل فيه مع الأبناء، يبقى وقت متأخر. أنت خلاص ساعات نومهم مش هتبقى بدري زي ما كنا قبل كده، خلاص يبقى الوقت ده ساعتين أو ثلاث ساعات ببدأ أتعامل مع الأبناء وأدرس لهم. وفي نفس الوقت في حاجة اسمها البلاك بورد أو الفصول الافتراضية. الفصول الافتراضية تم تطبيقها في أغلب المدارس، وفي بعض والمدارس الحكومية دلوقتي بدأ ينزل المادة العلمية على الأونلاين. دي بقى عشان بس يستوعبها الطالب لازم أبقى أنا كأسرة مستوعبها، بنزل له الحاجات دي ويبدا يتعامل معاها ويسمع الدروس كانه في فصل افتراضي او كان المدرس موجود قدامه. ونفس الدور اللي كنت بعمله، لان حتى والمدرسه موجوده انا كنت بعمل نفس الدور، ان انا في جزء من الوقت بحدده واذاكر لهم الموضوع، بس هيكبر شويه. هي يا جماعه فكره الامر او اجابه واللغز وحل هذا اللغز في فكره التنظيم. انا منظم وقتي ازاي ما بين شغلي او ما بين حتى مكوثي في البيت، وحتى يمكن ده يجاوب على السؤال اللي حضرتك سألته، الناس اللي هي ما بيعرفش يعمل شغل غير من خارج المنزل. استأذن حضرتك معانا مداخلات. اتفضل. موضوع هي المداخلات هي اللي لها الأولوية يعني. معانا مداخلة كمان ونقول ألو. اتفضل يا فندم. سامعينك. اتفضل يا فندم. ربيع السيوم يا فندم. أهلا وسهلا يا أستاذ ربيع، اتفضل. لا يا فندم، ممكن حضرتك بس استأذنك توطي التلفزيون وتسمعنا من التليفون؟ وصيني يا فندم. وصيني. اتفضل يا فندم. وصيني يا فندم. اتفضل يا فندم، كلنا سامعينك. ممكن انت بقى منورين والله، وجزاكم الله كل خير. ربنا يخليك ويبارك لك يا استاذ ربيع. عايز بس اسال لحضرتك يا دكتور موجود. اتفضل يا فندم. معاك يا فندم. طب انت ساعتك بتقول سال الشعب بكل وضوح، بس احنا بنتكلم هل التهاب الحلق واللوز والكلام دي له دخل بفيروس كورونا؟ تمام. في سؤال او استفسار ثاني عند حضرتك؟ تاني هم بقى اقول لك بس انا اسمي ربيع فندم الفيوم. تمام، شكرا يا استاذ ربيع على مداخلتك، الدكتور هيجاوب على استفسار حضرتك دلوقتي. تمام. شكرا. سؤال حضرتك يرجع للنقطة اللي احنا بنستقي معلوماتنا منين. الأمر أصبح يعني واضح جدا، وزارة الصحة أو منظمة الصحة العالمية عاملة بعض السيمتومز أو اللي هي الأعراض الخاصة بمرض الكورونا. مرض الكورونا أنت أيا كان الأعراض اللي ظهر عليك بتشوف هل هي تتسق معه ولا لا، ولكن مش ممكن تحدده بنسبة 100% إلا إذا عملت تحليل وطلع التحليل ده إيجابي. فأنا إجابة سؤال حضرتك بمنتهى الاختصار، لو أنا حاسس أن أنا عندي أعراض مقاربة لما ذكرته وزارة الصحة أو منظمة الصحة العالمية، لازم أسارع بالكشف وعمل التحليل اللازم. وحضرتكم عارفين رقم 105 دلوقتي، أو الأماكن ممكن يجي أخذك من المنزل، أو حتى في مستشفيات كتيرة جدا أعلنت عنها. خلينا برضه يا دكتور نتعامل بشكل يعني إيجابي شوية، أو نتعامل زي ما بيقولوا إحنا نسبق. برضه حضرتك قلت لي معلومة قبل الهوا، معلومة قيمة جدا، إن أنا على طول أشرب سوائل سخنة. ده مهم قوي. السوائل السخنة السوائل السخنة بتقتل الفيروس، لأنه بيتشبث بمنطقة الحلق أو زي ما بيقولوا الحنجرة بتبقى موجودة فيها. فأنا لما هشرب سوائل كتير سخنة على مدار اليوم هيقتلها وهتنزل وهتخرج. هو لو تسمح لي دكتور، هم في ثلاث خطوط دفاع هقولهم في موجز في دقيقة. اول حاجه ان انا ادفع ان الفيروس ما يجيليش من الاساس، واحنا قلنا بالمطهرات والحاجات وغسل الايد والحاجات اللي احنا كررناها، وعدم لمس الوجه او تعمد لمس الوجه يعني الا في الضروره القصوى، وبعد كده بعمل تطهير للايد. طب ظهر الفيروس، لو دخل بدايه دخول الفيروس بيتشبث بمنطقه الحلق لانه هو قاصد الجهاز التنفسي، لو دخل المعده خلاص بينتهي، فهو بيبقى قاصد الجهاز التنفسي، فبتحس الاعراض حشرجه او كان في حاجه محشوره في زورك دايما اكثر من السوائل. هو بيموت من بعد 26 درجه فاكثر، فدايما اكثر من شرب السوائل اللي هي الدافئه، سواء انت حسيت بالحشرجه دي او لا. ده بينهي الخط الدفاع الثالث، وده الاخير واللي احنا مش عايزين نوصل له لا قدر الله حصلت الاصابه. حصلت الاصابه بقى هو الكلام اللي احنا بنتكلم فيه من اول الحلقه، هتعتمد على مناعتك الذاتيه، وعشان مناعتك الذاتيه تكون في احسن حالتها لازم حالتك النفسيه تكون في احسن حالتها. تمام يا دكتور. طيب ايه ممكن الافكار، ادينا افكار نتحدى بيها الملل واحنا قاعدين في البيت، يعني ممكن نعمل ايه؟ عايز اقول لحضرتك احنا
على سبيل المثال كتير جدا بيبقى عندي خطه لتطوير نفسي. تمام. الكلام ده كتير قوي بيحصل معانا. باجي اقول في كورسات معينه وانتم شايفين دلوقتي ما شاء الله النت، يعني اي كورسات انت عايزها، اي لغه انت عايز تتعلمها، اي حاجه عايز تعملها كتطوير ذاتك هتلاقيها على الانترنت. تمام. فكره حلوه برضه. فتطوير النفس لازم يكون عندي خطه للتطوير. لو حضرتكم دخلتوا في مواقع كتير زي لينكد ان او حتى الفيسبوك بيجي في الفتره دي، وانا الحقيقه بشوف الامثله دي جيده جدا، يمكن ده الجانب الايجابي لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ان هو بيجي يقول لك كيف تتعلم الانجليزيه ببساطه، كيف تتعلم اللغه الفلانيه، كيف تطور من نفسك اللي هي التنميه البشريه اللي احنا بنسمع عنها. فهاجي خلاص أن اللي هي مهارات الذات، مهارات الذات ومهارات التعامل مع الآخرين، وكيف أصبح ناجحا، كيف أطور من نفسي كوظيفة على الأقل برضه يا دكتور. هي فرصة، أنا شايف أن هي فرصة أن أطور نفسي في مجالي. مظبوط. كتير جدا يا دكتور احنا بيحصل ايه، ان احنا عندي خطط لتطوير نفسي، ولكن لا انا عندي الوقت ولا عندي القابليه ولا عندي العزيمه الكافيه. وجودي في البيت خلاص بقى مساله الوقت بقى خلاص يعني مفروغ منها، انا اوريدي عندي الوقت ده، كل اللي هعمله هدخل على المنصات اللي بتتيح كل الحاجات دي فري، ما فيش حاجه انت هتدفعها مثلا او هتدفع مقابل كميه الكورسات الفري او الغير ليس لها قيمه. هذه الكورسات موجودة وموجودة في كل المواقع بلا استثناء، فهذه واحدة. حاجة تانية ودي الأهم يا جماعة اللي احنا بنتكلم فيها، وهي إعادة الحسابات. أنا دايما كتير بتجيلنا أفكار في دماغنا احنا كلنا يعني، ودي بتحصل، إن أنا هاجي هخصص وقت لأولادي وهخصص وقت لبيتي وأشوف إيه مشاكلهم وأشوف هم تطوروا لحد فين أو إيه فكره. دايما مشكلة الفجوة ما بين الأجيال بتيجي منين؟ يعني دايما بحس إن ابني في اتجاه وأنا تفكيري في اتجاه تاني. ده بيجي منين؟ من عدم وجود الحوار الودي. الحوار الودي ده مهم جدا. انا عندي فرصه دلوقتي، فرصه ذهبيه. عشان كده بقول لحضرتك ايه، احنا ازمه او محنه فيروس كورونا دي ممكن نطلع منها بمحن كثير، بمنح كثيره جدا. يعني هي محنه وفي نفس الوقت اطلع منها بمنح او اشياء ايجابيه كثيره جدا. هي ابسطها اللي هي تقارب الاسره، اعاده الحسابات، ان انا اشوف مدى تقصيري في حقهم، كل ده هيوضح لي في الفتره اللي انا موجود فيها في البيت. طيب حضرتك عارف برضو ان دلوقتي الصالات الرياضيه والانديه والجيم، صالات الالعاب الرياضيه كله توقف. مظبوط. طب انا ممكن دلوقتي استثمر الوقت ده ازاي وانا قاعد في البيت؟ ايه اللي ممكن اعمله؟ دي مهمه قوي على فكره. يعني ايه الرياضات اللي انا عايز اقول لحضرتك على حاجه هامه جدا يعني تخص هذا السؤال. دايما مفيش اي مرض نفسي الا في نصيحه مطابقه ليه، اللي هي تنظيم يعني ساعات النوم وممارسه رياضه. تمام. تلاقي الاكتئاب، الرهاب، الذهان، لو انا سميت امراض للصبح كلها تشترك في حته ان انت تلعب رياضه، بالاضافه للعلاج او العقاقير الطبيه اللي بياخدها المريض لازم يلعب رياضه. طب رياضه، انت لا تحتاج الى صاله جيم عشان العب رياضه، يعني انا عندي القدره ان انا اعمل كده ان شاء الله، حتى اتمشى في مكان امن، الاماكن اللي ما فيهاش تجمعات في وقت عدم الحظر، اتجنب التجمعات تماما ان شاء الله، حتى يكون ليا بعض التمارين، في تمارين كتيره جدا. ونرجع برضو لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي، اي حد هيدخل هيديله ليست بتمارين كتيره جدا تقدر تعملها في مكانك في موضعك. استاذن حضرتك معانا مداخله تليفونيه من استاذه لما من سينا. اهلا وسهلا يا استاذه لما. اهلا وسهلا. يا ريت حضرتك مبدئيا بس توطي التلفزيون عشان نعرف نسمع حضرتك. الو، اتفضلي يا فندم سامعينك. انا عايزه اتكلم بخصوص الفيروس اللي هو منتشر، فيروس كورونا. تمام. اتفضلي. احنا دلوقتي في شمال سينا ما عندناش يعتبر اي حاله. طب الحمد لله. من يومين ثلاثة كان المعبر شغال، ومعبر رفح الفلسطينية، وكاين جايين من باكستان. المعبر كان جاي فيه حد من فين؟ الفلسطينية اللي جايين من باكستان. الفلسطينيين اللي جايين من باكستان. تمام. كان معاهم سواقين جايين من اسماعيلية ودخلهم المعبر. تمام. اللي هم دخلوا، لما دخلوا المعبر وكده كان معاهم السواقين دول من شمال سينا اصلا. طيب المعبر ده مش يا استاذه لما مش بيتعمل فيه تحليل؟ لا هو اتقفل اصلا. هو اتقفل على ما اذكر يعني، من المعبر اتقفل. لا كان شغال من يومين ثلاثه، وكان في حالات وصلت فلسطين واعلنوا ان هي مصابه بفيروس كورونا. تمام. طب المعبر نفسه بيبقى عليه تحاليل، بيبقى عليه يعني اجراءات وقائيه، وبيبقى عليه قافله طبيه بتعمل التحاليل؟ ده على المعبر بس. هم لقوا برضه لما دخلوا المعبر اكتشفوا ان هم عندهم كورونا. طيب بالنسبه لمعديه الفردان، بالنسبه للكمان اللي هم عدوها وجوازات السفر اللي هم بحثوا عنها وكده،
كم كمين مسك الجوازات وكم تعاملوا مع مين مع الناس، الاستراحات اللي قعدوا فيها. تمام. السواق اللي هو كان معاهم ونزلوا في سينا وفكوا فلوس من ناس دولارات وكده، وتعاملوا مع ناس في سينا وتعاملوا مع ناس في الشيخ زويد. ده موضوع خطير جدا. من غير اي مسؤوليه. دلوقتي السواق اللي هو دخل بيهم راح على مستشفى الشيخ زويد، طبعا الشيخ زويد حولته لمستشفى العريش العام. تمام. مستشفى العريش العام حولته عبير العام طبعا لوحده من غير اي مرافقه طبيه خالص. تمام. طيب موضوع خطير، وانا هوجه دلوقتي حاليا يا استاذه لما رساله لاي جهه معنيه بتسمعنا بخصوص مشكله شمال سيناء او اللي هم مشكله المعبر. شكرا لاهتمامك وشكرا لمداخلتك الجميله، وانا عايز اناشد اي جهه مسؤوله بتسمعنا دلوقتي للسيد وزير الصحه او السيد وزير الداخليه، المعبر يا فندم ممكن يدخل لنا كوارث. احنا ما عندناش معلومات اكيدة ان المعبر ده مفتوح ولا مقفول، بس لازم ان يبقى فيه رقابة على الجنسيات اللي داخله، زي ما فيه رقابة على المطارات، وكشف الكشف الصحي بالفعل يبقى موجود على الناس دي. مش مشكلة نقفل زي ما عملنا حجر او زي ما احنا قافلين الطيران، مفيش مشكلة لما نقفل المعبر شهر ولا شهرين لحد الكارثة دي ما تنتهي، ما احنا فاتحينه بقالنا سنين، فما جاتش ان احنا نخاف على نفسنا ونخاف على اولادنا، وان اهل شمال سيناء او اهل سيناء مش اقل غلاوة من اخواتنا واشقائنا الفلسطينيين. فياريت نتوخى الحذر لو فعلا المعلومة دي سليمة. تمام يا دكتور؟ تمام. لا لا تمام، لابد يعني الكثير والكثير من المحاذير، لان هو الفيروس وليست نشاته في مصر مثلا، احنا كل الحالات اللي موجوده دي مستقطبه من اماكن. استاذن حضرتك، معنا اتصال من الاستاذه اسماء من حلوان. الو. اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا دكتور عبد العزيز؟ اهلا بحضرتك، اتفضلي. والله بس هو انا كان ليا سؤال بعد اذنك، هو ازاي انتهز فرصه وجود جوزي في البيت، ان انا احسن العلاقه النفسيه بينه وبين الولاد، نظرا لان هو يعني على طول مشغول، يعني يكاد يشوفهم ساعات معدوده في اليوم ده لو شافهم اصلا. ده قبل كده، لكن دلوقتي هو بيشوفهم كتير. مش لا دلوقتي هو قاعد معانا اصلا. تمام يا استاذه اسماء، نجاوبك ان شاء الله. الواحد بس شكرا دلوقتي. شكرا جزيلا يا استاذه اسماء على مداخلتك الجميله. مهم قوي برضو انه دلوقتي زي ما قلنا، والكلام ده يمكن كررناه على مدار اللقاء الطيب ده، انه وجود الزوج في البيت كان في اوقات قليله، يعني يا اما هو مشغول يا اما هو شاغل نفسه بنفسه، اللي هو الاوقات اللي احنا قلنا بنتكلم عنها ان احنا بنهدرها. فهنا وجوده في البيت انا شايف ان دي فرصه احنا لازم نستثمرها، وفرصه على فكره المسؤوليه مشتركه ما بين الزوج والزوجه، يعني ازاي اخلي وجوده في البيت جزء انا بستثمره وبيبقى مردوده ايجابي عليا انا شخصيا وعلى الاسره بأكملها. يعني في بعض الزوجات مثلا ما بيبقى زوجها موجود في البيت، خلينا نتكلم بمنتهى الصراحة، بيتحول الأمر إلى يعني وصلة من النكد للأسف. احنا مش عايزين وصلة النكد يا دكتور. احنا مش عايزين وصلة النكد في هذه الفترة. احنا مش عايزين وصلة النكد. نبقى الحوار ودي. هو خلي بالك برضو لازم برضو نعي فكرة ان الزوج يختلف عن الزوجة شوية، في ان هو دايما متعود ان هو يخرج. قعدة البيت دي الى حد ما يمكن المرأة بطبيعتها السيكولوجية الى حد ما تقدر تتقبل الى حد ما وجودها في البيت. الزوج وجوده في البيت لفترة طويلة بيولد نوع من الملل، فانا الفكرة ان انا بس ابدأ اتقبله شوية ويبقى عندي نوع من الفليكسابيليتي او نوع من المرونة في التعامل معاه، دي رقم واحد. رقم اتنين ان انا افكر اخرج الافكار منه، اجيب الاولاد ونقعد مع احنا اللي نكلمه، احنا اللي نهدي نفسيته، وفي نفس الوقت نستفيد من هذا الجو الاسري الحميمي او الجو الاسري اللي احنا بنتكلم عنه طوال هذه الحلقة. فخلينا بس ناخد الفترة دي كمردود ايجابي لينا، كاعادة حسابات زي ما اتفقنا، وكفرصة ان احنا نحسن فيها العلاقات الاسرية في داخل محيط الاسرة. ده كلام جميل يا دكتور. هنطلع بفيديو كوميدي كده نفك بيه الجو، ان شاء الله يعجبكم. نطلع فاصل وراجعين لحضراتكم تاني. خليك قد المسؤولية، خليك في البيت. نداء من أرملة لسه متطلعة لبقية حياتها.
احنا في حالة كوارنتين، يهدوكم هتجيبوا لنا الوباء. الفيروس بيتنقل بسهولة. هقول تاني، الكوفيد 19 ما بيتشافش وما بيرحمش. يلا يا ماما نون، يلا البسي الماسك وكفاية رغي وروح، هيجيلكوا الفيروس. الشلة اللي ماشية هناك تتسنكح. بتعملوا ايه في الشارع؟ روحوا، هيجيلكوا الفيروس. التجمعات فيها سم قتل. نداء من أرملة مرموقة. دي كان شكرا أبلة فهيد. الممارسات اللي احنا ممكن نمارسها لمقاومة التوتر، في نفس الوقت احنا قاعدين في البيت زي ما قلت لحضرتك، والوقت نفسه ان احنا ماشي بناخد اجراءاتنا الوقائية ومش عايزين حاجة تسيطر علينا، سواء الملل، سواء الزهق، سواء اي حاجة على اي مستوى. الممارسات، ايه الممارسات اللي احنا ممكن يعني حاجات اللي ممكن نمارسها في البيت تقلل، بس احنا مش تقلل من الضغط النفسي شوية علينا. تمام، ده كلام مهم جدا. اولا احنا زي ما اتفقنا ان خلاص خط الدفاع الاول هو المناعة الذاتية، لازم حالتي النفسية تكون في افضل حالتها. طب حالتي النفسية تكون في افضل حالتها ازاي؟ زي ما قلنا يا جماعة ان انا بكون مناعة جماعية في محيط الاسرة. يعني ايه بكون مناعة جماعية؟ لازم يحصل هذا التواصل المستمر بين جميع افراد الاسره، ان انا اطمئن الابناء. الابناء على فكره بيبقى عقله غض، ما عندوش مدى الاستيعاب اللي موجود عندي، فلازم يكون الاولويه لابنائي. وبعد كده انا عمري ما هوصل الاستقرار النفسي لابنائي الا لو انا كنت مستقر نفسيا، فقد الشيء لن يعطيه ابدا. طبعا. طب انا هحسن حالتي النفسيه ازاي؟ ان انا كل الكلام اللي احنا قلناه، ولكن هو ملخصه في ايه؟ ان انا استقي معلوماتي، لا استسلم للاشاعات، لا استسلم للفكر الجمعي السلبي اللي احنا قلنا عليه اللي هو المحبط. ابعد نفسي عن الاحباطات. طول ما انا حاطط نفسي في جو محبط انا اوتوماتيك هبقى محبط. وعايز اقول لحضراتكم حاجه هامه جدا، لو انا حالتي النفسيه فيها احباط او عندي توتر او عندي قلق وعايز ارسم غير ذلك امام الاسره عشان اطمئنهم، مش هعرف اعمل كده. صح. مش هعرف اعمل كده، هتبقى المهمه صعبه ومش هعرف اعمل كده. لو انا متوتر من جوايا وعندي البانيك اتاك او هذا الهلع، عمري ما هوصل الطاقه النفسيه الايجابيه، لان الحاله النفسيه دي حاجه زي كتاب مقري قدامي. لو انا بدات اضحك على اولادي واطمنهم وانا مش مطمن انا ذاتيا، عمر المعلومه ما هتوصل لهم. فابعد عن الشائعات، استقي معلوماتي، ابعد عن الفكر الجمعي السلبي، يبقى في هذا الوقت الطيب الدائم بيني وبين الاسره، وإن شاء الله نعدي من هذه الناس اللي بتزهق من القعدة في البيت. نصيحة أخيرة ليهم نختم بها حلقتنا. الناس اللي بتزهق من القعدة في البيت، ودي كتيرة جدا زي ما بقول لحضراتكم، استثمر وجودك في البيت لأنك في ظروف استثنائية. حط حاجة مهمة قوي في دماغك، إن أنا وجودي في البيت ده عشان أحمي الأسرة اللي أنا مسؤول عليها قبل ما أحمي نفسي. ودي كانت أفضل نصيحة خدناها من دكتور عبد العزيز آدم. عدينا تكلمنا وقلنا قاعد في البيت انت بتحمي نفسك وبتحمي الأسرة اللي انت مسؤول منها او مسؤول عنها. ما تسمعش للإحباط، ما تسمعش لأي موقع، او ما تقراش اي حاجة وتصدقها. حاول تستثمر وقتك، وحاول تنظم وقتك، وحاول تستقي ان الفترة دي فترة وهتعدي. ما تضغطش على نفسك، كله بيعدي، الوقت بيمر، بس حالتك النفسية لو مرت وانت بالحالة دي مش هتعرف ترجع تاني زي الاول. فياريت الناس كلها يبقى عندها الوعي ان هي تعدي الفترة دي بسلاسة وبهدوء وبطمأنينة، علشان خاطر نعرف نرجع بعد الفترة دي نمارس حياتنا ونمارس شغلنا طبيعي. ما ينفعش ان احنا نبقى قاعدين متوترين، ما ينفعش انت تبقى قاعد في البيت وابنك شايفك قلقان وخايف. لا، هو لازم يشوفك قوي، لازم يشوفك بشوش، لازم يشوفك بتضحك. هو بيستمد قوته منك انت. لما هيكبر هيعرف ان هو كان بطل. دي كانت اخر حاجة بحب اقدمها للسادة المشاهدين. في النهاية بشكر دكتورنا العزيز دكتور عبد العزيز آدم. الوقت كان جميل.